متواصلون وياكم عبر وكالة جي ميديا في هذه المتابعة الإخبارية من مدينة غزة. نحن الآن نتواجد في مستشفى الشفاء وسط المدينة. قبل قليل وصل إلى مستشفى الشفاء شهيدان حتى هذه اللحظة بعد استهداف شقة سكنية في حي النصر وسط المدينة بعدة صواريخ من قبل طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدد من الإصابات تم وصولهم إلى مجمع الشفاء الطبي. وصفت حالات الإصابات بحسب ما تابعنا بالخطيرة نظرا لهذا الاستهداف العنيف لهذه الشقة السكنية، كما تحدث شهود عيان لنا في عبر وكالة جي ميديا. بالتالي حتى هذه اللحظة شهيدان وعدد من الإصابات، لم تعرف هوية الشهيدان بعد نظرا لوصولهم إلى مستشفى الشفاء أشلاء ممزقة، بالإضافة إلى عدد من الإصابات. سيارات الإسعاف ربما تشاهدون في الخلفية تنقل بين الحين والآخر عدد من الإصابات في حي النصر بعد استهداف هذه الشقة السكنية بعدد من صواريخ الاحتلال. الأنباء الآن متابعينا الكرام تتحدث عن ارتقاء 4 شهداء، إذن 4 شهداء حتى هذه اللحظة بفعل هذه الغارة العنيفة لهذه الشقة السكنية في حي النصر غرب مدينة غزة. كل ذلك يأتي في ظل هذا التحليق المكثف، ربما تستمعون في الخلفية لطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية التي لم تفارق أجواء القطاع. بين الحين والآخر نسمع دوي انفجارات في كافة أرجاء قطاع غزة، في منطقة الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة كانت هناك انفجارات قوية، في أيضا المقاومة الفلسطينية كما نتابع تواصل قصفها للمستوطنات المحاذية لغلاف غزة بعدد من صواريخها. هذه الصورة إذن كما تشاهدون من مجمع شفاء الطب، حتى اللحظة 4 شهداء بحسب ما تحدثت المصادر الطبية، بالإضافة إلى وصول عدد من المصابين. بالطبع سنتابع وياكم، إذن ربما هناك إصابة جديدة كما نستمع لسيارات الإسعاف التي ربما تهرع الآن إلى مستشفى الشفاء نظرا لهذه الغارة العنيفة التي استهدفت كما تحدثت شقة سكنية في حي النصر. نذكر بأن هذا الحي مليء بالسكان، وأيضا بالتالي ربما هناك إصابات عديدة في هذا القصف العنيف الذي استهدف هذه الشقة السكنية. إذن حتى هذه اللحظة 4 شهداء وعدد من الإصابات، جل هذه الإصابات وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي. وصفت جراح المواطنين الذين أصيبوا بفعل هذه الغارة ما بين متوسطة وخطيرة. بالطبع سنوفيكم اتباعا في رسائل أخرى في ظل هذا التصعيد المستمر. جراح المواطنين الذين أصيبوا بفعل هذه الغارة ما بين متوسطة وخطيرة. بالطبع سنوفيكم اتباعا في رسائل أخرى في ظل هذا التصعيد المستمر. Yeah.